ثم في الوارد يقول لساحبي لا تحزني
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الله هي الدنيا والله العزيز الحكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان حقا غريبا وسفرا غاسدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا الصدقات للفقراء
ورسول